سينك نروح بس لمراسلنا الشريف من ارض الملعب ومعاه لقاء مهم جدا مع طبعا يعني كينج الليله كابتن حمدي الصافي. اتفضل يا شريف. كابتن هيثم تحياتي ليك ولضيوفك ولكل مشجعي وجماهير النادي الاهلي. مليون مبروك فوز النادي الاهلي على فريق الصيد 3-2 وتتويج النادي الاهلي ببطوله كاس مصر. كالعاده عاوز بطولات، دور على النادي الاهلي، عاوز انجازات، دور على النادي الاهلي. معايا صاحب الفرح الكابتن حمدي الصافي. مليون مبروك كابتن حمدي، بطوله ولا اغلى ولا اروع. النادي الاهلي غير، النادي الاهلي بطولات، بس المباراه صعبه النهارده، بس العبره بالخواتيم والختام بيقول الاهلي بطل كاس مصر. الحمد لله، طبعا مباراه صعبه جدا، مباراه قويه. احنا صعبنا على نفسنا شويه بعد اول شوطين، كنا راكبين الماتش وان سايد جيم، بس الحقيقه فريق السيد قاتل في الشوط الثالث. احنا عملنا شويه تغييرات في الشوط الثالث، خسرنا الشوط الثالث في الاخر، الماتش اتقلب بعد كده، وفريق السيد الصراحه ادى بلاء حسن وصدنا، والكوره مشت معاه جدا في الشوط الثالث والرابع، كان كور كتيره قوي يعني غريبه بتنزل فينا. هي مباراة تليق بنهائي كاس مصر. الحمد لله طبعا احنا مش كاملين، عندنا اتنين برضو اثروا معانا جدا، فريد العسقلاني ودعاء الغباشي، اوراق مهمه جدا وقويه اثرت في غيابات طبعا فينا، بس الحمد لله يعني قدرنا بالاوراق اللي موجوده معانا نقدر نعدي المباراه ونفوز بكاس مصر الحمد لله. ما لقيتش على مباراه تروح البطوله تروح، ولا كان عندك ثقه في لعيبه النادي الاهلي؟ انا عندي ثقه، مرينا بحاجات كتيره طبعا زي كده، والفولي ملوش كبير، الفولي ممكن يخلص في نقطتين في الاخر، وده اللي حصل. احنا كان عندنا ثقه ان احنا نفسنا طويل وعندنا خبرات تقدر تحسم في الاخر، والحمد لله يعني ده حصل. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كالعاده كان حاضر في المقصوره وكان بيشجع لاعبي النادي الاهلي بحراره النهارده، وفرحان جدا بتتويج النادي الاهلي ببطوله كاس مصر. الحقيقه طبعا احنا كان نفسنا ان احنا الماتش يبقى اسرع من كده واسهل من كده، بس المباراه حلوه يعني، المباراه حلوه وبطوله نحس بقيمتها لان هي كانت معلقه لاخر لحظه يعني. دي اللقب لمين؟ ما دي طبعا لجمهور الاهلي واللاعبات وكل مجلس اداره الاهلي على الدعم اللي بيقدمه لنا. مليون مبروك كابتن. شكرا شكرا شكرا. كابتن هيثم ده كان قدم على المدير الفني الكبير طبعا والخلوق الكابتن حمدي الصافي. مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، عودة ليك من جديد كابتن هيثم.